السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم في فيديو جديد كل مشاهدين قناة اصنعيها بنفسك لتعليم الكروشيه. الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو مميز وغرزة هتعجبكم جدا. هنشتغل مع بعض طريقة عمل شال كروشيه مثلث بغرزة في منتهى البساطة والجمال والسهولة من تكرار سطرين وبس. وحابة افكركم لو دي اول مرة بتشوفوا القناة فتفضلوا اشتركوا وفعلوا الجرس، وكمان ارجعوا للفيديوهات القديمة هتستفيدوا منها جدا. اوريكم الخيط اللي انا هستخدمه، واقول لكم برده كده على حاجه علشان تطلعوا بنفس النتيجه بتاعه الشال اللي في صوره الفيديو. معايا هنا الابره بتاعتي رقم 5 ملم، وطبعا الابره دي كبيره جدا على سمك الخيط اللي معايا، يعني الخيط ده نستخدم معاه ابره رقم 3.5 4 بالكتير قوي، لكن عايزين الغرزه تبقى مستريحه على الاخر. هنشوف ازاي دلوقتي مع بعض. يلا نقول بسم الله ونبدا. اول حاجه انا هشتغل عقده البدايه، نشتغل كده عقدة البداية الغرزة بالإبرة دي. أنا متأكدة أنها تعجبكم جدا. بعد كده برتفع 1 2 3 4 5 6 7، 7 سلاسل أنا ارتفعتهم. هلف الخيط على الإبرة، هروح لأول سلسلة وهشتغل فيها عمود بلف كده. يبقى أنا اشتغلت في السلسلة رقم 1 وسبت 6 سلسلة. الستة سلسلة دول عبارة عن 3 سلاسل عمود بلفة اللي هم دول، وثلاث سلاسل فاصل، ودي العمود. هكرر تاني الفاصل بتاعي، الفاصل بتاعنا هنا 3 سلسلة، فهكرر تاني اشتغل 3 سلسلة، 1 2 3. هتستغربوا الإبرة في البداية بس بعد كده الشغل معاها هيبقى سريع. بروح لنفس السلسلة اللي انا اشتغلت فيها العمود، هرجع واشتغل فيها عمود بلفة بس. يبقى انا كده اشتغلت 2 في مع بعض في نفس السلسلة. تعالوا كده نراجع مع بعض. اشتغلت في البداية 6 سلسلة، 3 عمود و3 فاصل، وبعد كده عمود بلفة و3 سلاسل فاصل وعمود بلفة. وتعالوا نرتفع للسطر الجديد. انا شغلي في الغرزة كله اعمدة بلف، فهرتفع من هنا 3 سلسلة وهلف الشال وهبتدي اشتغل جوه الاتنين في اللي انا كونتهم في البداية. ادي الاتنين في واضحين. فانا كده بعد ما ارتفعت الثلاث سلاسل هبتدي اشتغل جوه اول في، لف الخيط على الابره، شغلنا اعمده بلفه. نعد كده مع بعض، ادي العمود بلفه رقم 1 ورقم 2، انا ما عدتش الثلاث سلاسل، وادي رقم 3 وكده رقم 4، وادي العمود بلفه رقم 5 وكده العمود بلفه رقم 6، واخر حاجة هشتغل العمود بلفة رقم 7 وبس كده. 7 عمود بلفة، وفي البداية ارتفعنا 3 سلسلة، ادي 3 سلسلة ودي 1 2 3 4 5 6 7، تمام كده. وهلف الخيط على الابرة وهروح فوق العمود اللي في المنتصف اللي بيفصل ما بين الاتنين الفي، وهشتغل فوقه مباشرة، هشتغل عليه عمود بلفة، ادي عمود بلفة. بعد كده هلف الخيط على الابره وهدخل جوه الفي الثانيه وهكرر ال7 اعمده، ادي 1 وادي كده 2 و3 والعمود بلفه رقم 4 وكده رقم 5 والعمود بلفه رقم 6 والعمود بلفه رقم 7. المجموعه دايما عندي هتبقى 7 عمود بلف. بس هنا طبعا في بدايه السطر لو فاكرين كنا ارتفعنا 3 سلسلة اللي هم دول، فلازم اقفل السطر برضو بعمود بلفة ما يعادل الثلاث سلاسل. بس هنشتغله هنا مش في الفراغ على طول، او مش جوه الفي على طول، انا هعد كده على السلاسل اهي كده مظبوطة كده واضحة. بلف الخيط على الابرة وبعد 1 2 وبدخل في السلسلة الثالثة، ندخل كده تحت لفتين خيط وبنشتغل عمود بلف. خلينا نقول ان ده العمود رقم 8 والاخير، ادي الشكل كده شغلنا مظبوط، في عمود في المنتصف فوق العمود. نرتفع للسطر الجديد. السطر الجديد هبدأه بفي، فانا هنا هرتفع 3 سلاسل، والثلاث سلاسل دول هعتبرهم عمود بلف، ادي 3 سلاسل وبلف الشال، وعايزه اشتغل الفاصل بتاعي هشتغل في،
فالفاصل هيبقى 3 سلاسل كده، يبقى انا ارتفعت 6 سلسلة في بداية السطر. هلف الخيط على الإبرة، هكمل الفي، انا اشتغلت كده عمود وتلات سلاسل، هكمل العمود بتاع الفي التاني هنا في بداية السطر عند اول عمود. ادي كده الفي، بدأنا السطر بتاعنا بفي، الغرزة من تكرار سطرين، بعد كده سلسلة واحدة بس فاصل، وهلف الخيط على الإبرة ونعد على الأعمدة اللي قدامنا. خلوا بالكوا كويس طبعا من عدد الأعمدة، ادي 1 2، وبدخل في العمود التالت وبشتغل عمود بلف. انا عايز اشتغل 3 أعمدة متتالية، ادي العمود اللي بعده في الغرزة اللي بعدها على طول، وادي العمود التالت كده، يبقى انا اشتغلت 3 عمود بلفة متتاليين على الغرز، 3 عمود بلف. برجع تاني اشتغل سلسلة فاصل، وهلف الخيط على الإبرة، وتاني هعد 1 2، وهدخل هنا في التالتة، وده هيبقى العمود اللي انا اشتغلته فوق العمود. وهنا هنرجع نكرر تاني 2 في جنب بعض، ادي عمود بلفة و3 سلاسل وعمود بلفة. طبعا انا هنا الـ2 في دول موجودين في رأس المثلث، وادي 3 سلاسل لان احنا بنبدأ شغلنا من قاعدة المثلث لرأس المثلث، وجوه نفس الغرزة هشتغل كمان عمود بلف، ولسه هكرر الخطوة دي تاني معاكم. اهو شايفين كده زي بداية الشغل بالظبط، 2 في عمود 3 سلاسل عمود 3 سلاسل عمود، وادي سلسلة زي دي، وهرجع تاني اعد 1 2، وبدخل في الغرزة التالتة علشان اشتغل 3 أعمدة بلفة متتالية، ادي عمود والعمود التاني والعمود رقم 3. تمام كده اشتغلت 3 أعمدة متتالية، هرجع اشتغل سلسلة فاصل، وهلف الخيط على الإبرة، ولازم يتبقى معايا هنا في النهاية 3 غرز، فانا هعد 1 2، وهدخل في التالتة اللي هي كانت 3 سلاسل، دي نهاية السطر. وطبعا بندخل في السلسلة التالتة، فنشد كده السلسلة زي هنا بالظبط، هنهي بفي، ندخل كده تاني في السلسلة التالتة من 3 سلاسل اللي كانوا عندي في بداية السطر، ادي عمود و3 سلاسل وكمان عمود بلفة، وكده يبقى احنا نهينا السطر بفي. بصوا انا مش بقول لكم ريحوا ايديكم هنا في الشغل، هي الإبرة بتقوم بالدور ده طالما الإبرة مقاسها كبير قوي عن الخيط، فانتوا بتشتغلوا عادي. ادي في وادي في في نهاية السطر، وهنا 3 عمود وادي 3 عمود كلهم مقابلين لبعض، وهنا 2 في جنب بعض في رأس المثلث او الزاوية بتاعت الشال. للسطر الجديد او كده بقى هنبدأ نكرر تاني، برتفع 3 سلاسل وبلف الشال، ونبتدي نشتغل مجموعة 7 أعمدة هنا جوه الفي زي دول بنفس طريقة العمل بالظبط. نعد كده مع بعض، ادي 1 2 وكده 3 وكده 4 وادي رقم 5. شايفين الشغل سهل جدا، ادي رقم 6 والنتيجة مميزة بصراحة، جميلة قوي. خلاص كده اشتغلت 7 عمود بلفة بعد 3 سلاسل الارتفاع، وهنا هنشتغل طبعا مع تزايد المجموعات، يعني انا بكرر وفي تزايد، بشتغل سلسلة وبلف الخيط على الابرة، وهيقابلني هنا الـ3 عمود دول. انا بس عايز اروح للعمود، افوت الاول واروح هنا للتاني، وهشتغل فوقه عمود بلفة وبس، وتاني هشتغل سلسلة ثابتة معايا، وهروح هنا على الـ2 الفي، بدخل في اول فيو بشتغل 7 عمود بلف زي دول. اتفقنا المجموعة عندي بيبقى فيها 7 عمود بلف، نكملهم كده 7 عمود بلف. وعلى فكرة انا عايزة اقول لكم حاجة هنا، يعني لو مش حابين تستخدموا ابرة مقاس كبير وتستخدموا عادي الابرة المناسبة لسمك الخيط وتشتغلوا عادي جدا، هتشتغلوا بنفس الطريقة كده، هلف الخيط على الإبرة وهنا فوق العمود بشتغل عمود، يعني النتيجة برضو هتبقى حلوة. ادي عمود، ونرجع تاني جوه الفي التانية وبشتغل برضو 7 عمود بلفة،
يعني انا بشتغل كده بالابره الاكبر من مقاس الخيط علشان اطلع بالنتيجه اللي انتوا شفتوها في صوره الفيديو. وعلى فكره هيبقى شغلها سريع وهتنجز في الشغل، وممكن تحتاجوا يعني من 4 لـ5 شلات خيط للشيل المثلث المقاس المتوسط. تمام كده 7 عمود بلفه. مجموع الاعمده هنا عندي كام؟ انا عندي 7 في V وعمود و7، يعني انا عندي 15 عمود بلفه اشتغلتهم بشكل متتالي زي ما انتم شايفين كده. الغرزه طبعا لسه يعني هتبان بعد الارتفاع بالسطور. ادي سلسله وبلف الخيط على الابره وبرجع تاني اروح هنا بعد واحد وبدخل في العمود التاني وبشتغل عمود بلفه وتاني نشتغل سلسله وخلاص كده هروح على الفي زي ما بدات هنا السطر، هنهي برضو ب7 عمود بلفه جوه الفي. ادي كده العمود التاني كده 3، ادي 4 5، ال7 3 سلاسل عمود، هدي 3 سلاسل وعمود، يبقى كده دي الفي التانية في السطر. هرجع اشتغل سلسلة واحدة وهلف الخيط على الابرة وهعد على الاعمدة، ادي 1 2، وهدخل هنا في الغرزة التالتة وفي العمود التالت وبشتغل 3 اعمدة متتالية. شايفين يعني هي الابرة مش مضايقاني خالص في الشغل، مش هيبقى فيها مشكلة. ودي سلسلة ونروح هنا لمنتصف الشال او للزاوية بعد 1 2، وهنا في التالتة هيبقى هو العمود اللي اشتغلته فوق العمود. ادي عمود 3 سلاسل، هنا بنشتغل 2 V جنب بعض، وادي عمود، يبقى كده ده نص الشال خلص الناحية اليمين. نبتدي في النص التاني او النص الشمال، اشتغل البيت التانية، ادي 3 سلاسل وعمود هنا في نفس الغرزة عمود بلفة، يبقى كده انا اشتغلت 2 V جنب بعض زي ما اشتغلنا السطر ده. غرزة جميلة جميلة بصراحة وهتبقى سهلة قوي على المبتدئين. ادي سلسلة برجع لف الخيط على الابرة وبعد هنا بدخل في الغرزة التالتة. بس هقول لكم على حاجة، حتى لو مبتدئين لو مركزتوش كويس في عدد الاعمدة اللي هم 7، يعني العدد جه معاكو اقل او زيادة، هتلاقوا بقى اللخبطة من هنا. ودي سلسلة ونرجع تاني نشتغل، طبعا هنا بنشتغل في جديدة عمود وثلاث سلاسل وعمود، الفي بتاعتنا عمود 3 سلاسل عمود، وتاني بشتغل سلسلة فاصل، ياريت ما تنسوهاش بتريح الغرز. ادي 1 2 وبدخل هنا في الغرزة التالتة وهرجع طبعا اشتغل 3 اعمدة متتالية. ادي عمود والعمود التاني والعمود التالت،
وادي الشكل. عايزين ننهي السطر زي ما بدأناه. شايفين شكل الغرزة؟ جميلة. ادي سلسلة. قبل ما نشتغل اخر في في السطر لازم يتبقى معايا طبعا تلاتة، بعد واحد اتنين وبدخل هنا في السلسلة التالتة من الثلاث سلاسل اللي كانوا في البداية، وبشتغل عمود ثلاث سلاسل وعمود. بس كده خلاص خلصنا السطر. او شايفين التكرار ماشي بمنتهى البساطة، تكرار السطور. ايه دي شكل الغرزة. استنوا تابعوا معايا الفيديو لحد النهاية، هتشوفوا شكل الغرزة بعد الارتفاع بالسطور، هتعجبكم جدا. برجع تاني اكرر السطر بتاع مجموعة السبع اعمدة. في البداية طبعا برتفع تلات سلاسل وبلف الشال، وهنا بدخل بشتغل سبع عمود زي دول. سريعا كده هشتغلهم. خلاص احنا عرفنا البداية بتاعتنا، هكملهم سبعة. وخلاص كده كملتهم سبعة، بشتغل سلسلة بعدهم وبعد هنا على العمود التاني وبشتغل عمود بلفة وبس. ونرجع تاني نشتغل سلسلة، وهنا جوه الفي هرجع اشتغل سبعة عمود بلفة زي دول. ما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي التانية كروشيه ستوديو، هتعجبكم جدا. اللينك بتاعها دايما انا هسيبها في صندوق الوصف. تشتركوا وتفعلوا الجرس. ادي كده شغل الاعمدة في منتهى البساطة، سبع عمود بلف وادي سلسلة. وهنا بروح على العمود التاني وبشتغل عمود بلفة وتاني بشتغل سلسلة. ووصلنا هنا لزاوية المثلث او الشال اتنين في، هشتغل الاول بنشتغل سبعة. هشتغل بس كده معاكم اول سبعة، دي كده رقم اربعة وكده خمسة كده ستة واخر عمود رقم سبعة. وبعد كده بشتغل عمود فوق العمود. خلاص احنا كده بنقفل الفيديو، وبرجع تاني اشتغل سبعة هنا في الفي التانية. بسرعة هشتغلهم كده وهرجع لكم. خلاص كده بعد ما خلصت السبعة كده بقى عندي خمستاشر زي ما اشتغلتهم في الخطوة اللي فاتت، سبعة وواحد وسبعة. نمشي في النص التاني بتاع الشال، النص الشمال ادي عمود وهكذا. خلاص انا مش هكمل، هسيبكم طبعا وهكمل بنفس طريقة العمل، يعني هو مفيش اسهل منها. بس انا بجمع كل التفاصيل علشان لو مبتدئين بيشوفوا الفيديو يعني تبقى الغرزة بالنسبة لهم سهلة. ارتفع شوية بالسطور، وكده بعد ما ارتفعت شوية بالسطور الغرزة على فكرة شكلها بيبان، يعني اصبروا عليها كده، اشتغلوا شوية من السطور هتلاقوها حلوة. شايفين الغرزة كمان مريحة، بتخلي الشال او القطعة اللي انتوا بتشتغلوها. الغرزة دي على فكرة في منها الشكل المستطيل، ان شاء الله هبقى اشتغله معاكم، يعني نقدر نعمل منها كمان شال مستطيل بنفس الشكل ده. نفس طبعا يعني في اختلاف في طريقة العمل، بس يعني انا بتكلم على شكل الغرزة. جميلة وان شاء الله سهلة، وكل اللي هتحتاجوه في الاخر طبعا بتشتغلوا غرزة على الجوانب كلها، خلينا نقول غرزة حشو، وبعد كده بتركبوا الشراشيب بمنتهى البساطة، الشراشيب العادية الكلاسيكية دي اللي هي بنقص الخيوط طبعا ومش بنخليها كثيفة قوي، وبنركبها على الجانبين. ان شاء الله الغرزة دي تكون عجبتكم، ويعني خدوا رأيي المتواضع جربوها زي ما انا اشتغلت كده، الخيط يكون رفيع بإبرة مقاس كبير، وان شاء الله النتيجة هتعجبكم. لايك وشير للفيديو مع كل اصحابكم، واسيبكم في رعاية الله.